تمكنت القوى الأمنية اليوم من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الثقيلة والمتوسطة والخفيفة التي خلفتها المجموعات والمجاميع الإرهابية في مقراتها. من بين المضبوطات اليوم كميات كبيرة من البنادق الآلية، تروعت كميات بحدود عشرات البنادق، إضافة إلى قناصات من نوع شتاير، قناصات نوع دراغانوف، رشاشات 23 ورشاشات 12.7، إضافة إلى كميات كبيرة من القنابل الدفاعية والهجومية وصواريخ محمولة على الكتف وخزائف الار بي جي بأنواعها الفراغي والمتفجر والترادفي. إن وجود هالكميات الكبيرة من الأسلحة والذخائر بين أيدي مجاميع إرهابية مرتزقة هو مؤشر واضح على الدعم الذي تلقته هذه المجاميع من دول داعمة للإرهاب عبر غرف عمليات كانت متوضعة على الحدود، وكان مؤشر على حجم الدعم والسيناريو الذي أحيك ضد أهلنا في المنطقة الجنوبية.